فما برشا تسريبات خاطئة للأسف قامت بها مؤسسات إعلامية غير مصداقية دون العودة إلى مصدر الخبر الرئيسي. يقولوا إضراب 13 ديسمبر قائم الذات إلى حد الآن ونكذب أي إشاعات تروج. وعندما يكون هناك خبر ثم 13 عضو مكتب التنفيذي يكون هما الوحيدين مصدر إصدار الخبر، ولن يكون هناك تغيير في موقف دون عقد الهيئات والسلطات القرار للاتحاد عام تونسي للشغل. فلذلك